السلام عليكم خوتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. وخوتي فيديو تاع اليوم راح نديرو فيديو انبوكسينغ وريفيو، يعني مراجعه لزوج منتجات بعثتهم لي شركه دوجي. وواحده من هذه الزوج منتجات راح يربحها واحد فيكم. في نهايه الفيديو راح نقول لكم طريقه المشاركه، وبلا ما اكثر هضره نبداو في اكتشاف هذه الزوج منتجات. بون بسم الله على بركه الله نبداو بانبوكسينغ خوتي. هاي الكره هي لابواط تاعو مارك دوجي سمارت لايف فور يو، واسمو اس 61 برو، فيه 6 جيجا رام و 20 جيجا كاباسيتي. فوالا هذا هو الشكل تاع لابواط. دونك نحولو النيلو. بسم الله. اللي راح تكتشفوا اول مره معاكم يا خوتي، مازال ما فتحتوش كيما شفتوها لك، مازالوا بالنيلو. بسم الله. فوالا هاوليك وراه، هاوليك وراه حبيبنا. فوالا ديك الشكل تاعو كيفاش داير؟ هذا زعما صح شغل الشكل تاعو الداخلي ولا شغل شبه برك؟ ما نعرف. وهاليك ورا الشكل تاعو منا ومنا يا. واش كاين ثاني دخل لابواط؟ وارونتي كارونتي، هذه لا كارونتي تاعو. هذه الحديده تاعو اللي جبت بها باش تركب لابيس. لانكاسابل. هذه اللي تمسح بها. الكاتالوج اللي في حياتنا ما قريناه. وطن اللفسه هذه باش ديرها فيه باش يدير تلعلق فيه لي بورتكلي، ومننا ما على باليش معاه. دابا شوف اللي يشدو، كاين اللي بغى يشدو بهذه اللفسه، اللي عقب عليه هذه اللفسه يولي يشدو هكذايا. فوالا الشارجور تاعو مع الكابل. ذات سيت، هذا واش كاين داخل الباطه. وبعثوا لي ثاني مع هذه لابواط تاع الاس 61 برو اللي راه عندنا، فيها شغل دوك نوريكم. فوالا فيها هذه اللفسه، فيها لي ستايل، لي ستايل اللي تحب تركبه من اللور. هاي لك وراي وريلك كيفاش تنحي لي ستايل تاعو من اللور. هذه خاوتي ابارمو ماشي لي بياس تاع الصح الداخل، هذيك شغل شبح برك. وما نكذبش عليكم انا عجبتني بزاف، جاك تاع الشكل تاعها بزاف شباب. هاهم لك وراهم لي ستايل، لي ستايل اللي يمدوه لنا معاهم. هاهم لك وراهم كاين هذا. فوالا هاي لك هذيك كحله كروميك، شغل ترون بلاصيها من اللور لهنايا، تنحي هذه وتركب هذه في بلاصتها. واش عندنا ثاني؟ عندنا ستايل هذا رايح شغل في الخشب، شغل كي الخشب ثاني تركبو منايا من اللور. تسمى لي ستيل، هذه عفسه جديده، هذه اول مره نشوفها في التليفون. تقدر تبدلوا لي ستايل تاعو. فوالا كاينه هذه العفسه الكحله شغل سامبل. فوالا شوف التليفون تبدلوا لي ستايل تاعو على حسب كيما راك حاب. هذه عفسه اول مره نشوفها في التليفون انايا، هذه العفسه المهم باش تلصقها بها مليح. انا ما نكذبش عليكم الشكل هذا اللي جا اوريجينال ما عجبني، جاك شغل كرياتيف بالنسبه ليا. خاوتي كاين واحد الحاجه معروفه في التليفونات دوجي، هذه لا مارك تخدم تليفونات شغل بزاف سوليد، ووحده وحدو فيها اونتي شوك. تسمى شغل كيما جاي هكذا وحدو بلا ما تركب له اونتي شوك، جاي فيه اونتي شوك، جاي شغل هو اونتي شوك. بون بسم الله على بركه الله، راح نشعلو دوكا اول مره معاكم. هو هكذا يشعل. فوالا دوجي باورد باي اندرويد. فوالا دوك الريغلي خاوتي، فوت الريغلي البيانات تاوعي وندخلو نشوفو كيفاش يخدم من الداخل. بون هنا راني فاتح السيت اوفيسيال تاع دوجي اللي يقول لك واش فيه التليفون هذا اكزاكت. فيه بروسيسور ميديا تاك هيليو جي 35، فيه 8 لي كور الترا جيمنج بروسيسور، شغل بروسيسور سبيسيال للجيمنج. فيه دوير رينج ديزاين، دابل سوني كاميرا، فيه زوج كالي كاميرا تاع سوني. وحده المين الرئيسيه فيها 48 ميجا بيكسل، والثانويه فيها 20 ميجا بيكسل. الباتري تاعو فيها 5180 ملي امبير. الله يبارك 5000، راك تعرف الباتري اللي فيها 5000 شد لك نهاركم يومين كاع الا كنت مستعملش التليفون تاعك بزاف بزاف. واذا كنت ملي لعبوا بزاف ببجي ومنايا راح شد لك نهار كومبلي نورمال. ليكرو تاعو فيه 6 انش صافا، حجم راكم تشوفوا الحجم تاعو كون كيكون نفس الحجم تاع التليفون تاعي. فيه 6 جيجا رام دي دي ار 4، وفيه 128 جيجا الكاباسيتي تاعو يعني سعه التحميل. فوالا فينجر برينت تاعو جايه في الباور باتن، يعني جايه لهنايا فينجر برينت، هذيك اللي شغل تاع البصمه ماشي جايه من اللور، جايه لهنايا. هاي اللي كون راهي في القفله اللي تشعل بها التليفون. وفي سوني كاميرا سبيسيال نايت فيجن، يعني التصوير الليلي. هذه الكاميرا الدوزيام اللي قلت لكم فيها 20 ميجا بيكسل على ما اظن، هذه سبيسيال نايت فيجن يعني مليحه للتصوير الليلي كيما راك تشوف فوطو لهنايا تاع الغزاله هذه. وفي الكاميرا الاولى الفوقانيه الرئيسيه فيها 48 ميجا بيكسل. وتليفون هذا ثاني مقاوم للماء، تقدر تدخله تحت الماء تصور به، الريح ما يقيسكش، الماء ما يقيسكش، ماشي الريح ما يقيسكش. بون التليفون هذا فيه لي كولور شابين، بصح كاين عفسه فيه ما عجبتنيش انه لافيشور تاعو فيها 720 بي ماشي 180 بي.
وهذه عفسه بزاف عيانه. تليفون اسطوكا في 2022 لازم كامل يكون فيه مع الاقل 180 بي. التليفون هذا مازالو في 720 بي، وبالنسبه لي هذه حاجه عيانه في التليفون هذا. وكان بعض العيبات ما تهمهمش هذه باراكول البري تاعو اللي هو 199 دولار، يعني بدراهمنا 4 ملايين. وميزات اللي كاين في التليفون هذا باراكول البري تاعو راه يبان بزاف رخيص. قلت لكم الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه انه 720 بي، وكان جا 180 بي راح يكون تليفون بيرفكت. غنعاود نفكركم في المميزات اللي فيه. في ريبليسيبل باك كفر، يعني هادو اللي تقدر تبدلوا الباك كفر تاعو ترومبلاسيها بوحده من هادو. هذه عفسه جديده شو حبيت تجربها توجي، وما كتبش عليكم انا يعجبني. كاين بزاف العيبات اللي تلقاك شغل يقول لك نحب الكولور يكون هكذا، نحب الكولور يكون هكذا. ها مدش لك بزاف لي زوبسيون اللي تحب تخير منهم. في الكاميرا تاع نايت فيجن، يعني الرؤيه الليليه، تقدر تصور فوتوات شابين في الليل. مقاوم للماء، يعني تقدر تصور به تحت الماء ثاني. وجاي ثاني السوليد كيما قلت لكم، ما تحتاجش دير لونتي شوك، هو كيما جا وحده راه مع اونتي شوك. في 6 جيجا رام، 128 كاباسيتي، وفيه بروسيسور سبيسيال للجيمينغ، يعني تليفون مليح للجيمينغ، سوليد ما تخافش كيطيح لك، وفي كاميرا تاعو شابه، وتقدر تصور به تحت الماء، يعني التليفون راه تقريبا بيرفكت بارابور السعر تاعو اللي هو بدراهمنا 4 ملايين، ولا بالدولار 199 دولار. هذو كانوا الميزات اللي كاين في الدوجي 61 برو. اذا راكم حابين تزيدوا تقرعوا عليه اكثر، جميع الروابط تاعو راهم تحت في الديسكريبشن. اند ثانكس دوجي فور سندين مي ذيس فون. بخوتي دوك انا راح نسيو ميزه نايت فيجن الرؤيه الليليه، شوفوا كيفاش تبين في الليل كي تكون ظلمه ظلام دامس بلا فلاش. وسيو ثاني سلو ببجي موبايل، شوفوا لا يمشي خفيف ولا يبلوك. بخوتي راني دوك بالكاميرا تاع التليفون هذا، انا رايح بخاطر انا دوكا بكاميرا تاع التليفون هذا انا راح نطفي الضو. انا في الليل دوك تولي الدنيا كامل ظلمه، وراح تدي المود تاع نايت فيجن، يعني الرؤيه الليليه، ونشوف كيفاش يبين في الليل كيفاش الظلمه كاع كحله، الدنيا كاع كحله وبلا فلاشه. دوك نشوف فوالا هكذا رانا بالنايت فيجن. هاو لي خاوتي كيما راك تشوف، انا مانيش نشوف بصح على بالي بلي راه ماك تي في. هكذا يبين في الظلمه، هكذا راهي الظلمه كحله، مانيش شايف والو في الشومبره تاعي. هكذا يبين لكم في الليل خاوتي، لا فلاش لا والو، الكاميرا وحدها تبين هكذا يا في الليل. والله خاطري ما على باليش قادر تحتاجها في حياتك كاش وقت تكون هكذا يا في الليل، ولا تكون في بلاصه مظلمه هكذا يا طيح لك كاش حاجه في الظلمه تحب تقلب عليها، تحب تصور في الليل، تحب تصور كشائن، ولا تحب تصور في الليل بصح بلا ما تاكتيفي الفلاش. والله هاي لك وراهي هكذا تبين لك في الليل. وانا تخسيتو في جيم ببجي موبايل كيما راك تشوفو يمشي لا لاك لا ديلاي لا والو، ما يبلوكي ما والو، يمشي خفيف هايل يمشي في الشباب. وخوتي بعثوا لي ثاني هذو النواظر سمارت جلاسز اسمهم AG01 سمارت جلاسز، يعني النظارات الذكيه. ما على باليش واش تقدر دير بهم اكزاكت، انا راح نفتحهم مازال ما فتحتهم، مازال بلاستيك كيما راكم تشوفوا، راح نكتشفهم دوكا معاكم ونشوفوا واش يديروا. يا جد قربها قربها، ما نكتشفوش فيهم من الداخل. فوالا بون نفتحهم من هنا يا داخل ساكوشه، كاين ساكوشه واحده اخرى عملك مواطر وراها نورمالمون. كاين جماعه هذه ما لاباش شنو هو كاين حامله واحده اخرى ديرها داخلها، هذا مامو شارجور تاعها. وهذا الكاتالوج ديال شتك شحال كبير ديك شحال فيه الكاتالوج هذا اللي حتى واحد فينا ما راح يقراه في جامي قريناه. ساكوشه هذه بس كان البسني يا جدك. داخل الساشي الصغيره هذه واش كاين شارجور معاه يا جدي، كيفاش داير لي شارج شكل تاعو بيزار لي، كيفاش داير لي كيفاش داير الاخر تاعها باش تكون كويسة مع اللحظة. ها لي في النظر جات داخل ساكوشا انا ماشي انسان اللي يبغي النواظر، ماشي من الجور تاع العباد اللي يديرو النواظر بصح اوكي لازم نخرجوها راحت النواظر في الزاتشي. هذه هي البلين اللي لها لكم جيب واي مدها الواحد فيكم جل ربي في الجزائر ما كاين حتى واحد عنده اللي راح يكسبها، راح يكون اول جزائري عنده المواطن هذا. واش رايكم خاوتي جاوني شابين ها اللي ترني بيهم في لاشين تاعي الاولى الابي ديالها. فوالا خاوتي دوك نشوفوا كيفاش تخدم هذا المواطن. دخل الصافي شكون ايه كاين اسمو باش كاين بابي باش اسمو لا خصهاش هذه كاين شنو مشوارة صغيرة باش تمسح فيها النواظر. بون
قفلات الشعير والراي بوخو ترى نعرف كيفاش نشعلهم. كاين زوج قفلات اللي هنايا قدام وين تشارجيهم، بقى معبز عليهم واحد ثانيتين هكذاك فوالا يبداو سينيال وهما يخرجوا الضوء من هنا ومن هنا سينيال احمر واخضر. دوك نمامو كي ندخل للتليفون راح نربطهم مع التليفون دوجي هذا، نروح للبلوتوث نكتيفيه فوالا نكتيفي البلوتوث يدير واحد الصوت بشينويه كي تكتيفيهم. فوالا لقيتهم اجي 01 اصبر شو نربطهم فوالا هاي نمامو راح مربوطين مع التليفون. دوك شوف ندخل ليوتيوب لونسيرونيا فوالا اصبر شوف نسمع هذاك فيهم خاوتي فيهم باف لهنايا هاوليك باف هاوليك هنايا باف جاي لهنايا خاوتي من هنايا ومن الجهه هذه من هنايا تسمع عند وذنك من هنايا ما تسمع الناس اللي نقولوا اللي يكونوا جالسين قدامك ما يسمعوا يسمعوا بلا تسمع موسيقى بصح شو كيما كيتما يعني خرج شويه برك ماشي بزاف وانت هنا عند وذنك تسمع مليح تسمع بيان فوالا هذا هو الدور تاعهم خاوتي المواضر هذو فيهم باف تقدر تريبوندي على المكالمات الهاتفيه تريد تسلك لي قفله زامبارج برك رابطه مع التليفون يعيط لك شي واحد مقفل هكذا تريبوندي عليه وتهضر معاه. فيهم هذا العدسات اللي واقيه للشمس واقيه الاشعه اللي تجيك اشعه الضاره اللي تجيك من ليكرو من البي سي ومن التليفون ومن اشعه الشمس فوالا خاوتي تسمى تحميلك عينك من الاشعه الضاره للعينين. وفيهم باف قلت لكم تسمع به الغناء ولا القران ولا تريبوندي على المكالمات الهاتفيه فوالا مو هذه هي خدمه تاع هذا الموضوع. اسمعوا شو ندير لكم عند الباف باش تسمعوا فاني اسمع اسمعوا فوالا هذه هي خدمة تاع النواظر هذو خوتي. هذا النواظر راح ندير لكم كيف هو نورمالمون على ما اظن حوس في السيت تاع الجزائر ما كنت حتى واحد عنده على ما اظن اللي راح يربحهم راح يكون هو الجزائري الوحيد اللي عنده النواظر هذو راح يربحهم واحد فيكم خوتي. طريقة المشاركة سهلة تب تحت في التعليقات تم مع التعليقات راح تكتبوا باغ اكزومبل تم الله يحفظك خويا ميمحو هكذايا باش نعرف باللي اللي شارك في الكيف اواي تفرج فيديو حتى اللحظه هذه وحظ موفق لكم كامل خوتي. غادي ندير السحب بعد اسبوع ان شاء الله واللي يربح بصحته. هذه كانت الريفيو تاعنا تاع اليوم لمنتج دوجي اللي بعثوهم لي. ميرسي دوجي اللي بعثوا لي هذه المنتجات وتهلاو في روحكم خوتي. نتلاقاو بعد ايام ان شاء الله فيديو جديد مع بيس.